الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبي ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أحبائي في الله ودرسنتي يا ختنك يا جبجبذي كتاب كان البيقونية حلقضني وحلقضي أنهم بحني إن أنه كنت تطبيقنا أما أنه كنت قنجلنا وحي أنه صابرنا درسي أنهرتي نيا لا كم مغضة يدارك إنسان ودرسي أن دون يقف والبا إنه كيتصده أقرستو مال لكتب بإذن الله تبارك وتعالى هدي أن وحكوسي داري كرنا وحكوسي داري إن هدي اللي لهدو سيدا تاريخ ما أنت كم وقتبه وكوذي رجب كن أفر بقر صدن يلحدي هجرة نبيك صلى الله عليه وسلم وافق سن كوبي الله ما تنكي بش أفر الله ما تكون يشان يتوانك ميلادك وحولي هاي فاعلم رحمك الله أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين. طالب أرض يهو الله أكون حريسته وحاذو قاتا حديث كمرك اللقاء إيغو إنت أوقي بسميو حديث كمرك اللقاء إيغو قابك أوقي بسميو اعتبار وصوله إلينا سيدو نقصه قاري مرك اللقاء إيغو اللبو أوقي بسما كو مدك كوباد هو المتواتر متواتر وحال لي لهذا أنا إيدا أنا وضوض إن شاء الله متواتر وحال لي لهذا متواتر وحال لي لهذا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وحال لي لهذا حديث كأي دفع ربضان سوريين أين الصورت قال أين بين إسكوا فقان ولا بد من وجود هذه الكثرة في جميع الطبقات يعني حديث قيبه صورا وإن لجهلا وهو النوع من الخبر مقبول كله والنوع خبر كان كل جيل أقبله ولا حاجة إلى البحث عن رواته قيبت متواتر كإن لرادي الله مبهنا مرك تاسوا دروسا هرمسا قادرنا التعريف كان دي بذين كسو عليه كو متك اللبا دواء أحد وهو ما لم يجمع شروط التواتر ووحا أن كل سنين محال إلى الشروط المتواتر وهو ينقسم من حيث عدد رواته إلى ثلاثة أقسام دادك ولي مركا لأيغو صدح بالله قيبيا كو مشهور مشهور محال إلى هذا فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة وأقواش علماء قيب كمده قاروا إليهم طبقة كمده هذه اللي جهله ليب مرتا لكن وين سحد التواتر وسجار كلبان هو مشهور وعزيز مشهور كواش إن كلبان هو عزيز فالعزيز ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة وإن اللي بك يراني وصوم الرواح أنا روى حسوسين يا كصدح هذا هو غريب فالغريب ما ينفرد بروايته راوي واحد وحديثك أهلن الراوئة ولقور النقضي أيا وحال إلى هذا متواتش وحال إلى هذا غريب أيا إلى هذا وينقسم بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين مرك الله إيغو حق أود هي حق ضعفه لم أقيم سما وهما مقبول ومردود من وحال إلى ذا مقبول من ذا وحال إلى مردود مردودك هو ضعفه إيمان دوناي فأما المقبول فهو ما ترجح صدق المخبر به ومتك وحوق بالناضي عند ورميسة يعني الرمتاد أي حوق بالناطي وأنواعه أربع أربعة أفر بون أقيم سما كو الصحيح لذاته حديثك الصحيح لذاته محل إلى الصحيح لذاته في تعريفك
فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. صحيح لذاته وحال إلى هذا حديث كسند كي سؤوحي للسمي بنقل العدل سقور أنس قوري راوي عادل الضابط حفظه سنة أبوحه ونكس قوري من أصغر كلا حق عدالة إيا حق الضبط إيا حفظه إلى منتهاه إلى لقاق رمحي إلى نبي صحابي لقاقه إلى منتهاه أيضاً كل من غير الشذوذ أيضاً وحشاد اللي هذا إن كل عين ولا علة علضنا إن كل عين هرب أنا قصة مرني شاذ كأي عين لضبا درسي أنا وح أغمهم سلمرك وحاوي أو ناحية تطبيقية وحاوي و ومدى هذا الصوص التوي مثال وقبص ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. انظروا سندك سندك واحد ضبا كل ما يصيرنا هنا اتصال السند كلي وحيري الإمام البخاري وحلهي شيخ سكوبات وعبد الله بن يوسف والرجاء الجلاء كل وذوي وحديثك لذاتي يكون صارينا يا حدثنا عبد الله بن يوسف عن أخبرنا مالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن إلى آخر الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. حديث كنوعنا صحيح لذاته أي كيمت مركوا مثال مهيمة إلى النقاض النو هرانس أغس علينا بذن الله تبارك وتعالى متكلمات والحسن لذاته حسن لذاته محال إلى هذا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير الشذوذ ولا علة. تعريفك إيا قيحدة حديثك صحيح لذاته إيا حسن لذاته وإسكمت مرك الله قريبه تام الضبط إيا خفيف الضبط لابد أن بقول لحي سمع أصدار مدنا حفظه سبا حبنا من حفظه ساح وغيره بالمثال كقبصه يعني سعد وقوه الشو هذا صحيح لذاتي مثال بروه الله تطبيقيا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك إلى أن متغنى عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سمريني حسن لذاته وحليه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني هوسا كحريق مرك المعبد الجهني هوسا كحريق ها قال معاوية رضي الله تعالى عنه ومعاوية أبي سفيان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قفك إلهي ولاك لدونه جن لدونه دينك في أمسية وإن هذا المال وحلو خضر فمن يأخذ بحقه يبارك له فيه وإياكم التمادح فإنه الذبح. حديث كمركة وحديث حسن لذاته سيدي حسن لذاته مركة أنه ذي حديث كاني هذا حديث كي معنيه سجدد إذا ماها إنا حديث كذين معني هدفكم معه لكن حديث حسن لذاته ما تصالح إذا كسينا يا وحير مركة فهذا حديث متصل الإسنادي ورواته في قاهرت حديث كان سند كيسو سامارت وحلي السيد وهي أحمد بن حنبل وحلي في مسنده حدثنا عفان قال حدثنا الشعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني يا أرتا وحم عن معبد الجهني عن معاوية سامارت
سيدا درد حديثك هو متصل السند الاسناد ورواته ثقات حديث كان رجل وريود انه ورجل وكل سوية هي خلا فرت الجذنان فرت الجذنان خلا مارك الله قريبه رجل أصوى الشيقنا أولا معبد الجهني معبد الجهني مركي معبد الجهني اللي قريبه أو حديثه حسن معبد حديث كيس هو حسن لكوني صدوقا في نفسي قال أبو حاتم الرازي كان صدوقا حاتم الرازي وحليه هي نكا وانين صدوق رونشيغا يعني صدوق ديلو إلى الحوغا وحاكا بقول كما بقول ما هوي وكان رأسا في القدر لكن وحوها رقي موضوع قدرك كنت أثري قدرك إلهي من قدري لي هذا أجرى وقدرك كنت أثري قيب أين ليهم ولذلك غلادك من ماها طبعا لكن قدرك أي الرأس وها قدرك قدرك وحكا شيئا قدرك إلهي تبارك وتعالى الإمام الذهبي نغيسو رحمه الله تبارك وتعالى الإمام الذهبي حيري وقال الذهبي في الميزان كتاب كيسة ميزان الاعتدال كوي صدوق في نفسه ولكنه صن سنة سيئة نكر السنة حنب جديد فكان أول من تكلم بالقدر نكر وقر يقدر بكها اللبوها مجدة وقد وثقه يحيى بن معين هذا يحيى بن معين والجبل وتوثيقيه وأماري أخرج له ابن ماجه انظر ترجمته في التغريب كتابك التغريب كان يراد الى الجرح والتعديل ميزان الاعتدال انت وود كفيرين ايسا تنبيه في رقار يا سوالي تنبيه في رقار والصحيح لغيره اصلا مثال او مسوى صبيني سببت اوام حي هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله يعني وحسن لذاته او طرق يمت أو أقوى منه أما كحض بدن وسمي صحيحا لغيره محال لغم عاضي لأن الصحة لم تأتي من ذات السند صحة السند كلفتي سكوما إيمانينه وإنما جاءت بانضمام غيري إليه عيد كلا عاوسي إذا ما كنت صحيح لذاته صحيح لغيري محايلي وحسن لذاته إذا تعدد طرقه هذه الطرق ذي مركاسي أي مركا أي بطار مركا وأنا صوم مرة حسن لذاته مثال كيسة والحسن لغيره هو الحديث الضعيف وحديث ضعيف إذا تعدد طرقه هذو طرق فربنا الأكوي ما ده أي حسن لغيره النغضاء ولم يكن سبب ضعف فسخ الراوي ولا الكذب ولا كذب ولا بكذبه القاعدة ولا بكذبه القاعدة يعني ولم يكن سبب ضعف فسخ الراوي يعني سببت لو ضعيفين ينا أين نقنن راوي إنه فس فاسق يهي أما بين علي لبضع وإن من الكشرين لبضع وإن من نأهين إذا حديثك هذه طرق ذي ستة عددو ضعيف كأ عد سنة كشر ترى أين الأهين عد فسقي يا بين لوي قانو حديثك هسي مرتبة يقرؤك عا بل مثالك في هذا مثاله ما رواه الإمام الترمذي في النكاح وحسنه الإمام الترمذي في كتاب النكاح حديث صوصعدو كوكاني وأنا حسن بويلي قال وحي الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله خاصة كحريق عاصم بن عبيد الله أصبح فرق ذو قرطة وكو إيمان دونا قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة ابن ربيعة عن أبيه ربيع عامر بن ربيعة حديث متن سواك حديث مرة مثيري الإمام الترمذي وحليه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي ابن مهدي ابن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة الشاكي عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة حديث كمتنه سواك أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين هواني قبيل كريب بني فزار ليلة هذو
ayaa meherkeedii laba kabood ka dhigatay kabo kabta ay lugta midigta ku xirato iyo kaba ay lugta midigta ku xirato marka nabiga waa loo keenay cali faqaar rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bin cali oo ma ku raali noqotay naftaadu inaad u xirato laba kabo maal ahaan ma intaas u qaatay qaal nacam saasaa ninka rabaabit fa ajaazahu nabiguna haloo meheriyey buu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam maxaan uga jeedaa xadiidka saa ku soo arooray caasim ibni cubaydillaahi ibnu caasim alcadawiy wahuwa daciif فعاصم هذا ضعيف لسوء حفظه إن حسن لغيره ما مصر ضعف يعني حفظه سال ليتا أي هوس ودعسن وقد حسن له الإمام الترمذي هذا الحديث أدرى إمام الترمذي حديث المحو حسن وغلقه ولمجيئه من غير وجه أي من طريق آخر عديدة حديث عن طرق لكي مرق كلي هذا إمام الله ضعيف ونغلق لكن لماذا حسن الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه حديث كان مركب طرق لأي كيم هذا الحديث الضعيف جاء من طرق أخرى فارتقى إلى درجة الحسن لغيره حديث كان هذا ضعيف وايو عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي بكتشرة لكن محو حسن النقضي ولمجيئه من غير وجه سمعت جاء من طرق أخرى فارتقى إلى درجة الحسن لغيره أن يكيم إذا هل كان معكم مثالين صحيح لذاته هي حسن لذاته هي حسن لغيره صحيح لذاته صحيح لغيره وصومرني هل كان انظر وحافي رسا كتاب كان وكتاب قيمة بضن لك أرض قايلوا أخرين للربو مرك انظر الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق عوض الله ما أسكنه كتاب وكتاب قيمة بدنه وحفرتك وفي قيا في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات أحاديث أكوحة ويسنيسة دليل كلا إن الله لا يطروح كلا إيا متابعات وحكا لو متابعي وحكا لو مرق النقضية مخراتي أي أحاديث بدن بيه أود كيران أيام كتاب كاسو الشيخ خس أروري للشيخ طارق عوض الله صيفيا كتاب في عوار ابتبر كان فيري وكتاب هذا القيمة بدن كيد الوحوي الضعيف انت أمرك سومرني أنكسر در نميض بمثال كيسي قيمة الدب هو ضعيف إن الشيخ مرك وحوي لي أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله كالصحيح لا اشتهرت لا 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 كالصحيح اشتهرت كدب وحيري وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أصاب كفر مركب وانا قيمت دمه ومطغى انا ايكن وشيقين مرتوب مردود كها الضعيف وهو الذي لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن بفقد شرط من شروطه تعريف حديثك ضعيف كوامحي وحديثك أين ككل من حديثه ولا جوا يبا شرطك مدى شروط حسنك شروط حسنك شرطك مدى اللي جواي وبفقد شرط من شروطي وبالجملة أو هذا بركة سد الضومن هذا واحد يكش يبا يرجع إلى أحد سببين رئيسيين هما حديثك وضعيف هذا ما قشوا لبس سبب بقول نقطة ككوباد سقط من الإسناد إنه ماشي السنة كم مقية يعني وحا كم مقر راوي كو أو طعن في الراوي والله ما ندونا أو طعن في الراوي ما الراوية أيا الله دوري أو أما كذب هي فسق اللي هو دوري أما أما السند كيف وحكم مقية سيدة مثلا كالانقطاع والمعلق والمعضل والإرسال بنوعيه إرسال كي خفق أيه والمرسل وكوا صامر يا سمعوا سام حديث هو منقطع ما هو معلق ما ذي حكم أيه ما هو معضل لا بد يسكت حكتها مقر ما هو مرسل
أما واتدليس مدلس سكستبها النقطة لبس سببات بحديث ضعف جيس أجالة يا إما سقط من الإسناد يا إما طعن في الراوي أما الرواد حديث كسور يمد كمذا الله دوري أما قيبة كمذا أما ما يسرد كوحكم بقية هاي لبضة ولا بصة لبضة مهيمة إن أجانا ومهيم حديث كتدليس كلا يراد الله بنين مرك يوم نقولنا التدليس نوعان حديث كمدلسكو مدلسكو وعلى وحوي مدلس ومدلس نلبضة وقراي مدلس ومدلس يعني مدلس نكر راوجة إنه وحقريه ومدلس ما تنقنا وقرا وحير النوع الأول يتعلق بالانقطاع في الإسناد وهو تدليس الوصل مدلس كلاب أقيم سما متى كبر وحوك يري ووح لحريرة إسناد كسند كل حريرة وحال إذا تدليس الوصل تدليس الوصل أي لو يقال أما التسوير ده أما وصل ده معاني بدن بوليه تدليس الوصل أي لو يقال محل هذا تدليس الوصل يعني نين كان سنة كوحي ريلي أو ما كلاقونه لكن هذا أنا وحبو قرنية تدليس الوصل بالليل وكوك يبان دون هذا الليل وأما النوع الثاني فليس انقطاعا ما كلاقونه سنتك وإنما صلته بعدالة الراوي راوي عدالة دي سيئو نغرسة وأنا تدليس كاللو يقان أسماء الشيوخ علومة دي أيوم حالي أما ويري هاي هريبا كسو مرني صدر هذا المرة بإلا وقادو أما ما أنا وضعف بها كتيرا مركزو الدونية أما مجي عيسى مجي عانين بو ويري وهكذا مثال كخبس مرك مثال النوع الأول وقيمته رؤية بالانقطاع في الإسناد وحيري قول ابن خشرم رحمه الله قول ابن خشرم وهو أحد الرواة وحيري كنا عند صفيان بن عيينة فقال كنا عند صفيان بن عيينة فقال قال الزهري سمعت قال الزهري محوى نكلا إلى هذا قول الزهري فقيل كذا حديثك مشايع فقيل له حلي أسمعت هذا من الزهري الزهري من كم قش قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه مايا عبد الرزاق بأي شيء صاحب المصنف معمر بن سليمان معمر بأي يكسي ورمى يعني لم يسمعه كما أسمى قال ولكن قال قال الزهري انظر كلمة قال ما دي كان سمعت حدثني لا وهو استعمال يا كلمة قال واي وحبو قرنيا مركا وا نوع تدليس كم اذا قيمتك بودكاست بعيد قيمت لبد حين وطعن في الراوي وقيمت لبد الطعن في الراوي ترتيبك وحبا كم مقن يعني الراوي الا الدرو لبد سبب ان نقول على كل حال حديثك ضعيفك وحد كقبستان لبد سبب ان حديثك ضعيف اذا اما يعني وحاوى انقطاع في السند او طعن في الراوي كدمنا شيخ وحير وما اضيف للنبي المرفوع وما للتابع فهو المقطوع المرفوع حديث مرفوع لينا هذا وما نصب او اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف وحديث الله تيري نبي صلى الله عليه وسلم وأنا تنقيب إن قولي فعلي تقريري وصفي خلق خلقي خلق أنت وأنقو قيبنا مثال كيسان أمبأو تشيدد أيتاي حويري مثال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله واتبع على شاهدت عليه الصلاة والسلام حديث كان فيري وانتصال السند سنة كيس واحد إلى وحن مقال لك وتشيدني هذا كاما ووحي النبي قال الله تيريا كربا أبو اليمان حديث البخاري ورني قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وجد قال رسول الله من يقوم ليلة القدر
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديثك إلى آخر. إذا الحديث كان وحن تصاروا بس وقاضمي محل الحديث إيش المرفوع. طيب وحوك لو الشيخ مركو كذا وحجري وما أضيف بمرفوع وما لتبعه المقطوع مثال الحديث المقطوع القولي مقطوع واقع المقطوع القولي والمقطوع الفعلي والمقطوع التقريري دروس تورك الله. وحجري ما أخرجه الدارمي في سننه عن مسروق بن الأجدع وهو تابعي. الإمام الدارمي أي السنن كيس كسو صارية عن مسروق بن الأجدع وهو التابعي أرض عائش رضي الله تعالى عنه أرضه قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا يعني محالي لذا أن يعجب بعلمه يعني قف إنه علمه سلع عجبه يعني وحو كفى بالمرء علما قفك وحا علمي أغفلا أن يخشى الله إنه علمك إلهي أغبقه علمك إلهي إنه كغبقه يعني قفك رضغرت علمك إسا وإلى لنا إيو هبا يرى علمك إسوه قف كاسا محل إلى ذا عالم سكة استقاد علمي أولى ذا علمي قاقا ألا أقبقين جاهل بات علمي قف كان الجهل وحا أغفلا إنو علمي يسو لا عجبيو إس لا عجبيو أو علمي يسو وينيو أو له وحكا في عنو كا علمي بادن بمالك. الإسناد المسلسل كذب مالف كحوير مسلسل قل ما على مركا وحانا قبو ذي المسند المتصل وما بسمع كل راوي أحاديثي أسومر إنهم متصل كآ أيان وكافتوني كذب الشيخ حيلي والمسلسل قل ما على وصف الأتى مسلسل قل ما على وصف الأتى الإسناد المتصل مسلسل وامحي هو ما تتابع رجال عند رواته عند رواتي عند روايته على صفة أو حال إما في الراوي أو في الرواية أو ما كان إسناده على صفة واحدة أو حالة واحدة في جميع طبقاته. تعريف عجيب بضوي هذا مهمة مسلسل وحالة إلى هذا يعني سندك ما تتابع رجاله عند روايته يعني رواية مركة يورينا يان يعني ضدك رجاش إسراع راعان بل إلى هذا على صفة أو حالة إسكن راعان صفة معينة صفة هي حال صفة ووحا قفك لازمة يمر والبابا حال كنا وادي مرنا حالة دي كحرانت سيدا ويس قعمو ويس قليو كليو حال بلنا صفة وصفة لازمة مر والبابا قفك لصعيس عكور يحدثنا حديث كنا حدثنا أما عن بلوري مثلا أو في الراوي أو في الرواية أما وأرين الراوي الله حليل ويس تاني أما هو قصلا أما الرواية ذي لحر الله لفت إذن ساس وسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما قول بلحر الله إني أحبك في الله أما فعل بلحر الله قربك كات عبنايا أوكي ميت كستبع النقطتين مسلسل بركة مسلسل بالقول بأن تصارك سوى خاضرين وغيرك حديث معاذ بن جبل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله أوكي حديثك مركة مسلسل قفك استوورين إياه إنتو قربك كتاب توقفك وكم مقريب وحلاء إني أحبك في الله فلا تدعن الدبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقد تسلسل بقول كل راوي لمن بعده مركة حديثك عيد كستؤورين إيسا إني أحبك في الله حديثك مركة شريسة مركة مر والبؤد حديثك أورين إيسا أو لا تدعن الدبر كل صلاة أدورين إيسا وإن أدراويك قفك أشيك إيسا أردك كوة وإن أدكهر مريسا إني أحبك في الله وإن نبي كهر مريي صلى الله عليه وآله وسلم. معنعن كعن سعيد عن كرم الحديث المعنعن هو الحديث الذي روي بلفظ واحد وحديث كهل لفظ كليئة لبوريي القاب معينة ولو في طبقة واحدة من طبقات السند يعني ولو السند كحديث كالسند كيسا طبقات كيسا مت كمده النقطه هل قاب لبوري أما حدثنا لبوري أما عنها لبوري أما أنها لبوري حديث كوحال إلى اللفتيسة معنعن أي حديث كالي أما مؤنن أو مؤنن انتوا. طيب مثال عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بكى يعني فيري عن مالك
عن نافع عن ابن عمر عن النبي. إذا سند كان بكويمت عن 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 بكويمت حديث كاسر مركا أو عن مالك عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه ورواية كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو ما رواه ابن ماجه أم ابن ماجه رواية ليس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا صفيان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة سنة كفيري وحكي من عن 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 بكي من أنكو علي ابن ماجه عليه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عثمان بن شيبة حدثنا معاوية بن هشام قال معاوية بن هشام حدثنا سفيان قال سفيان محلي هذا حدثنا عن هل كاسكب لا تبرك حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد فيري وإن السند كمل كمل أمبلوي وإن ليع كرتها كل جي سند كقيب كمل أنا وليع كرتها مركاسو مركو أسامة مريو أيو يري عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف إلى أيه ملائكته سوحي أدعيان ضدك إمام إمام كملك سكت كذا إمام كمرك سو تريجي ضدك ملك تكر آدم أيا إلهي أيه ملائكته سوحي أدعيان فإذا جاءت العنعنة فإذن جاءت العنعنة ولم يقل أنبأني ولا حدثني ولا أخبرني أفس يعني سيد كذا شيئيني موسى إن أنبأني ولا حدثني ولا أخبرني عن عن عنب استعماله أما مركو لحظة شوغو أيو عن عنت استعماله أما وبكو باللابي كذب مؤلفك رحمه الله تبارك وتعالى وكل ما قلد رجاله على وضده الذي قد نزله حديث كي مركا هلكا عالق إيا نازل كي أيوم ألف كالكا نوقل يا رحمه الله تبارك وتعالى الحديث العالي والنازل حديث كعالق نازل قال الإمام الترمذي تساليه سوك الصين يا وحيري حدثنا قتيبة بن سعيد فيريا ما القغر فهم قتيبة بن سعيد صمع فالأول عالي هذا هو صوته ومرة قال يعني وحن هلك وحن أقول قري في ريا وحن كوضه الإمام الترمذي سمعه وحدنيه سكجد جيشتي حديث ك أو شيخ سكوب هذا قتيبة ابن سعيد وكسر أسق قري مر لما في ريا أو الإمام الترمذي وقتيبة حديث ك قادنا في روحه ومرة قال والترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى شيخ قبل محور نقضي مركة تلميذي هذا قتيبة بن سعيد ماها شيخ يسكه بعد هذا وحونه محمد بن موسى أبو موسى محمد المثنى محمد بن مثنى يا شيخه حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا قتيبة بن سعيد إذا الإمام التلميذي مرنا قتيبة بن سعيد وحقولنا قلنا يا شيخ كوبات مرة الشيخ صدحه وماش عرف الأول عال هل كان فينا در حديث كهر النبي يقول له وياي عال بالي لا أو إمام الترمذي النبي يقول له وياي صلى الله عليه وسلم لكن حديث كان دم وحالي لو الثاني نازل ليش لأن النبي يكفق ياه لأن شيخي سكوبد وأبو موسى محمد المثنى شيخي سلبان وأحمد بن سعيد الدارمي شيخي صدحان وقتيبة بن سعيد لكن الإمام الترمذي حديث كان إسلا ناز عالق شيخي سكو بذحون نقضي قتيبة بن سعيد إذا قتيبة بن سعيد والله ما تشير كورينا يا مرة مباشرة بأقورينا يا وغمركو عالق يا هاي مرة الله ما الشيخ ما ودحيس نازل ويبك كذب شيخ وحيري مرسل كما كنت يا سجا كذب وحنوقد بمحالة منقطعة وحيري خرج الترمذي في سننه حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاء حجاج بن أرطاء يعني ومن أي علماء آدوا كلا تشيتان
يعني حق السيد اللوح جيسنا حجاج بن أرطأ عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه هل كاس عس ويماشى بس عندنا قال كذب استكريت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت النبي قف دمر عيال لحوغي صلى الله عليه وآله وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم كذبنا فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعني وحكرني هذرب وكرني لي جذي يعني أيضا دم بملأ يعني الحد حد كي بكعفي ويلي حد من وين لحوغي وأقامه على الذي أصابها مركان نكي قبلنا حوغينا أصابها أي حد كي لقيت شري وحمي هرنا الله مسلم وين نكامل قال الترمذي ما شو صلوات الإمام الترمذي وحوليه هاي وحديث منقطع عن هذا كان الله صعب هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل حديث وحديث غريبة سنة كيسونا محل سنة انقطاع بكجرة وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه إنه سايه هنا وعدو قرن طريقا بكي من قال سمعت الترمذي سمعت محمد وحلي يعني البخاري يقول عبد الجبار ابن وائل ابن حجر لم يسمع من أبيه فاش أفرتك بيندب أول لاطة عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه صبا كوري يا صبا هل كوحوكو يلي هذا الحديث من غير هذا الوجب كي مده قال سمعت محمد يعني البخاري البخاري كم غلو يقول رأي عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه سكد إنه كم غلية حتى موسى أركب ليش يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر سوق ورقرة يعني أبيه وبلد ميدة وقبر كتشرو نشاصو بمعنى سوق على وش كتشرو أي أبيه بنت سوق ورقرة مرك كم ورقرة إذن حديث كان انقطاع ماك السوق بركة صارها أصلا حديث كاسر وقصر وقابل نبي دين الله تبارك وتعالى الحديث المعضل والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان حديث معضل كأ فالمعضل إذن ما سقط من إسناد اثنان فساعدا على التوالي تعريفك معضل وحال إلى هذا حديث كان لبئس كحيته أي مقيهين أي إلى هذا الحديث مركا إنت سأقبح إن أصيقنا يعني أي سنة والبون صورنا في لبئ إسكوح التكسر يا صوماني بيرو حديث كسو صومرني لبئ إسكوح التكسر معضل بالي لامك الحديث الشاذ كذبنا الشاذ كانوا قد بينا إن شاء الله وعرف ابن القيم الشاذ ابن القيم الجوزية بالشاذ كالتعريفه وحيلي قال الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رواه يعني شذوذ كأي حديث الشاذ كوحاوي يعني إنه خلافه ثقة تثق إنه خلافه وحي وريين فأما إذا روي ثق الثقة إذا روى الثقة حديثا هدون ثقة الوكر سوية حديث وريو منفردا به ولم يروي ثقات خلا يعني ثقات دون أين أصغى وحكى سورتشي ذا ورينين فإن ذلك لا يسمى شاذا هرانكوس ومروحان لي زيادة الثقة مقبول بالا القيم سق روح بدون بفوش وحيلي حديث الشاذ كأه وحوي وحديث كخلافة لمن هو أوثق منه أو لمن هو أولى منه قف هو خلافة لا إلى هذا لكن هذه أي لما فر بدن أي شيخ خوض مقلين أو ثقالة أو نينك مدى أو لقون النقض أو كوا يعني رواية أي أيهم مقل أو شيخه لكن رواية أين خلاف سنين وحا يكون كم مقلين أسجن وثقية هي شاذ لمنه القصة زيادة ثقة مقبولة لنا يعني قف كثقة وحا وكلقون النقضي أرددا الشيخ وقوني ذا أغم مقلي ولا قادنا يا هدين خلاف نوي هدين خلاف يسو جماعة كبضا أما أولى منه ضدك كثقة سني تاسي شاذ بل وضعيف مركب مثال الشاذ قف سنة وحيري ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي هريرة مرفوعة
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضج عن يميني. في رياضة ما في صلاة. أبو داود يو الترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي هريرة مرفوعا. حديث كالنبي أخرى يا لين. مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديثكم حجه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر. قف إذن كي نكمل هدول لبدا الركعة صلاة الصبح. كهر رئيس السنة أوتو كذاي. فليضج عن يميني ميدي توسح حوغا انت لقى اقيم يا صلاه لقيس امام البيهقي قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير من هذا في هذا هذا من كان يرى عبد الواحد بن زياد عدد بضن او كث قيسن بو حديث خلافي فان الناس انما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله يعني ددك حديثك سووريي نبي قول كيسي كما يسورنينه فعل فعله بسوريين يعني فعل فعله بسوريين وانفرد عبد الواحد ما بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ أردادي أعمش وأسوك لقون النقضي لكن في ريا محفوظ كهذه الشيئية إننا يوحى كسور جدشاتك ومحفوظ صما والمحفوظ سيد الحفظي وعكس الشاذ الشاذ كوح كسور جدوي وهو ما رواه الجماعة جماعة وحي وريين لقيس مرك جماعة وحي وريين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع عن يمينه بعد ركعتي الفجر نبي يقول مركو الله بدا ركعة تكدو صلاة السنة الصبح كور صلاة الصبح كور رئيسا وسيحان كري سووريين لكن وو أمري ما إن سووريين إذن والحديث وارد في الكتب الصحيحة حديث وحكوص أروري أحاديث صحيحة كتب صحيحة منها ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن في صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر يعني حديث البخاري حديث عائشة وحيث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم مركو مؤذن كؤدي كرمي قام فركع ركعتين خفيفتين نبي قوي استعادت شرى الله برحك عضوضة وفضفض بتكنجري قبل صلاة الفجر وقرمة وإنت الصلاة إن السوء عدانينو أمرك الله أقمن ثم ضجع على شقه الأيمن إلى عمية تقوسي عنجري حتى يأتيه المؤذن للإقامة إنتو مؤذن كبرك أوقع إمام أيوه حديث كان البخاري بكوية الأمرك إذا الحديث كان رمحان لنا محي وشاد المقلوب شيخ مؤلف كحولي رحمه الله تبارك وتعالى وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوي ما براوي القسم وقلب إسناد لمتن قسمه إذا المقلوب محل الأداء وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متن بتقديم أو تأخير يعني مقلوب وحل قدية إلى هذا ولفظ إبدال لفظ بآخر لفظ اللي بدلي لفظ كلام وفي سند الحديث حديث كلام سند كي كتري او متني لبض هو كلامه وحل بدل ايوه متن كلام نغدا سند كلام نغدا لكن تصالح تفهم يساوي حويلي مثال في المتن رواه مسلم روى مسلم قال ما مسلم حدثنا الزهير بن حرب ومحمد المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير وزهير بن حرب يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كفير إمام مسلم ورد حديث كفير روى مسلم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا قال حديث لم يسرد بوله حدثنا بركة مسلم أخرين سحاء بنك تحويل السند بالله حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي دليل أخبرني أخوي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال حديث فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حديث معروف حديث أبي هريرة وذكر حديث كوسيم ورجل تصدق بصدقة مشي وحكمنا ذلك عرش الرحمن هو صندونا قف صدق الله بحي فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وقريي
حتى لا تعلم سأين هو قال ميك تيسو واحد بيلحق بحرس حديث سامي واحد حديث كان واحد كتشرة قلبي لا كتشرة واحد واحد بحسوا ميكت ها إيه ما هو واحد بحس بيلحق والصواب هل كان فيري فلانا حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه سنصواك أنت نسات محاك دليلة وحين قال البخاري في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاص عن ابي هريره مرفوعا ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه حديث صاص الصحيح يما مثال في الاسلام كاس وحوي المركه ومتر سما سند كرافيري ابدال راو باخر راوي الراوي اللي بدله عن مرة بن كعب ماشي لا غادي لها أيجري فيقول عن كعب بن مرة إبدالوي يعني مرة بن كعب أي عن كعب بن مرة أو إبدال اسم راو باسم أبي أما أبي بل هو بدل مثال حديث عن عمرو بن دينار مشهور بين الناس فيجعله عن عبد الله بن دينار فهذا القلب في الإسناد كاسنا وقلب حق السند كبعويان الفرد المطلق كذب حير والفرد ما قيد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية فرده يعني غريب نواديه كرتاه يعني فردي غريب يعني عموما وخصوص ما كده حي عموما وخصوص من وجه الفرد المطلق ما كوب بلاونا فرد المطلق محلي هذا ذكروا أن الغرابة إذا كانت في أصل السنة في ريالك علماء وحي شيء يعني علماء المصطلح حديث كان غريب دي له يراد أن وفردي هذا أصل السند أي غرابة وكسوة باللابط أصل السند وحاجة سحابية أي وكون فصيرية في الموضع الذي يدور الإسناد عليه سندكم ماشي وكوة ريجي سحابية ولو تعددت الطرق بعد ذلك ولو مركز دمامها سيبة وطرق مهبة فإنه يسمى فردا مطلقا بالعروض يقال عروض ربعين وكوكا شايفه فرد مطلق هي فرد نسبية فرد نسبية هي فرد مطلق ربعين وكوكا برو إذا قرما لديه كرا حديث كان غريب أما حديث كان فردي وفردي ولا قرما مطلق وكرا وإذا كان في أصل السند هذه غرابة كتلته حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكوكا مثال كثير هذا مثاله للفرد المطلق بحديثنا ما نبال بالنيات سيدا لأن أصل السند أي كسب بالله غرابته فقد تفرد به عمر يعني عمر كان مغلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد عن عمر علقمة ابن وقاص عمر علقمة أي كاجل النغضي وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي أي كلاجوني وتفرد به عن محمد محمد التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري ثم رواه عن يحيى كثيرون وفي سوى حكي المركة الفرد المطلق إذا كان أصل السند غرابته هذه كجرته وحال إلى ذا فرد المطلق ما إلى ذا مثال في سنة وحديث إنما الأعمال بالنيات الفرد النسبي قرما لدي كان فردي يعني أما غريب كان هو نسبي نسبة أهم بوية هيوي أصلها ومعها قالوا حين علماء المصطلح إذا تعدد طرقه ابتداء يعني هدي أي مرك هربا حديث كطرق يسو أي بضطؤ الرك فربضاني وريان وحصل التفرد عن بعض الرواة لكن حديثكم مركو لحظة شوغو رواة دا متك مدى وكلقون النقضنين شيخة مثل ما رواه عن الصحابي تصالع صحابي ما وحاكم مغلي عدد من التابعين عدد فربضان حسن البصري ما كسوا قضية يعني محل إلى الصحابي مثلا عائشة كسوا قضية رضي الله تعالى وحاكم مغلي تابعين بضان وحاكم مغلي وتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد إذا ضد كاس كم مغلي صحابي هل مت أي محل إلى كان كلت تفردي فإنه يسمى فردا نسبيا ما لدى هذا وهل شيخ ما كان مقل
وسمي بذلك لكون التفرد حصل بالنسبة لشخص معين أو صفة معينة أو بلد أو مدينة، ولذلك هو الفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. ومثل للفرد النسبي وعيكون مثاليين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث كاس يكون مثال محادعي، فإن هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما وحاولي البخاري ومسلم وغيرهما، بخاري ومسلم يغير كود بوري عن عدة من الصحابة، صحابة بضن أي كورية، ولكن في إحدى رواياته حديث كني في إحدى رواياته روايات مسلم القاسي تفرد بروايته عن عبد الملك بن الصباح روى واحد وهو أبو غسان المسمعي أيا كالقول نقضي رواية الإمام مسلم. كذب شيخ حوقد بوحيلي وذو اختلاف سند أو متن مضرب عند وهيل الفن هل قال يا محال إذا حديثك مضرب كا هو ما روي عن وجه مختلف، هو ما روي على أوجه مختلفة يعني وحديثك وجهية فربضنا إسخلافا لقول أيال إلى هذا وتسوى ومتساوية في القوة أودنا السمن، وهذا هذا برك يعني تعريف عجيبك السينة يعني. قل ما تجد إن الملك الكلم بلغي يا بابضا أدو دقي سمرك. مضربك هو ما روي على أوجه مختلفة والرواية كتمت رواية عن رهنة حديث ما رهنة والرواية كتمت أوجه مختلف مثلا مختلفة ومتساوية في القوة أودنا وأسكو درجة بحيث يتعذر الجمع بينهما أو بينها إلا جمعينا وأذكتها أو الترجيح أما إلا كلا الرجحون إلى ذو تنا حوق بضا أما إلا جمعي الروايات كنا الصورة قلما إني كلا حوق بنا ذانا ولذلك التعريف كان هذا حفظي حديثك مضرب كا هو ما روي عن على أوجه مختلفة ومتساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. مثال حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أراك شبت وحارك إلى الرودي، قال شيبت اليهود وأخواته ها هو سورة هودية ولا ليت بعد صاري. هذا الحديث أعله الدار قطني وضعفه في العلم، يعني الإمام الدار قطني إمام في الحديث جبل في الحديث بقى. حديث كري وعلي وضعفي في العلم، قال هذا حديث مضرب ثم بين علة الإضراب وحو عديي سببت حديثك اسكبه رماضي، فقال وحولي لم يروي إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو من 10 أوجه، فبعضهم من رواه مرسلا وبعضهم من رواه موصولا وبعضهم من رواه من سند أبي بكر وبعضهم من رواه من مسند أبي سعيد وبعضهم من رواه من مسند عائشة، وهذه الأوجه متساوية انت هالنوع حديثك كيمد وين السمين في القوة، فلم يكن الجمع بين هذه الاختلافات فقلنا هذا الحديث فيه علة الاضراب مع صحة السند أسوى السند كيسو سعيي هدرنا اضراب كجرا فكل سند يعني وحاول إلى قدار الشيخ ويقول هذا الحديث ضعيف لأنه جاء من أوجه مختلفة ولم نتمكن من الجمع بين هذه الأوجه. كذب شيخ وحيل والمدرجات من في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت مدرجك ولكن كجل يا مدرجك رقيبة أيولي هي مثال المدرج في أول الحديث يعني مدرجك أول كان وقلا نحن وقلا قضال وقلا لكن هل مدبانك يصوى قريب بس أصوى كجلي ما رواه الخطيب البغدادي من رواية أبي قطن وشبابه ابن صوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار. قال الخطيب البغدادي وحوليه وهو وهم أبو قطن وشبابه لبضاس أي اسموسية في روايتيهما لبضا ذا الرواية نكال إلى أبو قطن وشبابه في الحديث عن شعبة بركة وريان، وذلك أن قوله أسبق الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة أسبق الوضوء حديث رسولك ما صلى الله عليه وسلم
وقوله ويل للعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كاس ايا كلام كنبي عليه الصلاه والسلام حاول دليل ارك ان اساسه وبما رواه البخاري في صحيح حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبه قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره وهو يمر بنا والناس يتوضؤون يعني في المطهره ابو هريره ايا نصوم مري ضدك اوميشا ويسد جوجا فقال قال ابو هريره عيلي اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل لعقاب النار وجه البخاري واضح هو سمعت ابا هريره وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطار هك اسبغ الوضوء فان ابا القاسم عليه السلام قال ويل لعقاب النار اذا زياده داسي وزياده مدرج عيال الى كدبنا مؤلف رحمه الله وحيري وما روى وما روى كل قرين عن اخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي صباه اي افتخر مدبج محال الى هذا فهو ان يروي الراوي عن زميله تعريف عجيب وهذا في عنوه يعني مدبج حديث كلا الى هذا وحال الى هذا ان يروي الراوي عن زميله راوي انه صاحبك كوريه وتسمى روايه الاقران وردها وهم الذين يشتركون في زمن واحد وفي اسناد واحد ويشتركون في الروايه عن شيخ الله امرك تعريف ابنه ما هو هذا دونس حديث كمدبج كلو يقان الا بطبنه لو يقان كانما لا وقف اسك سورجيد ساس مدبج لو بخي لكن لا وقف اسك سورجيد اي وحي ان يروي الراوي عن زميله وين كوريه وتسمى روايه الاقران وحال لو مغعابا روايه لبد اسك دعده وهم الذين يشتركون في زمن واحد وعدتك هالوقت تشوغا او في اسناد واحد اما ما هل سند بيوريين ويشتركون في الروايه عن شيخ لهما اما الروايه وحي لو وحي سلو ذلك شيخ اي كوضا مقلين مثل محمد بن بشار ومحمد بن المثنى زميلاني لبد هذا كسو قادمه رواد روايات رواد الصحيحين كا محمد بن بشار اي ومحمد بن المثنى وزميلاني كو فسنهما متقارب دادو دونو اسكو دودا وهما تلميذان لمحمد بن جعفر غندر اي متغ انا اوذيهن فاذا روى محمد بن بشار عن ابن المثنى فهذا هو المدبج اذا ديك الوريان او كان كوريو اما هل سند اما هل شيخ وحالو يقانا مدبج كذب شيخ قدبي حديثك ضعيف كابو قدبي وحالو يتغي محال الى مفترق ايو مختلف ايو اسكم معنا لبدا بيسكم معنا نويهين موضوعة حديثك الموضوع لو يقان سببه يعني كذب الراوي يعني كذب الراوي راوي بي وحويا بنتيسة وكبين ابو رانيو وكذب الراوي على رسول الله يعني وبين ابو رشد وراوي وكبين ابو رانيو النبي صلى الله عليه وسلم بقى موضوع له بحيي وهو اشد الاحاديث ضعفا يعني احاديث برك الله الله ضعيف مثاله ما رواه ابو نعيم من طريق محمد بن زياد فرق عقارن بايدي كتالا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صلى الله عليه وسلم سنفان من امتي اذا صلح الناس الامراء والفقهاء يعني سند كافيري ابو نعيم نعيم في الحليه ما رواه ابو نعيم في حليته من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنفان من امتي اذا صلح الناس لما قرأ أمتي إذا كمل هذي ونكسنادان ضدك ونكسنادان ونكسنان الأمراء والفقهاء وحاول ما ضحى أي علماء فهذا الحديث سنده موضوع وايو محمد بن زياد بكتشرة قال عنه الإمام أحمد بن حنبل كذاب أعور يضع الحديث يعني وبين على إنك لا تشي ذلك أحاديث ندشيها ككلام المتروك وماشوا إلى محل متروك وما واحد به فرد ماشوا لهوي منكر كون وكسي دري هيدي يعني متروك اي وضعي وكا والمتروك وسبب اتهام الراوي بالكذب وحال لغوتو ما يراوي انه بين شيء مثاله ما رواه الدار القطني من طريق عمر بن الشمرة عمر بن الشمر عن جابر بن يزيد عن ابي الطفيل عن علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
كان يقنط في الفجر نبي وقنوذي شري صلاة الصبح وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام تشريق يعني وكانت الله أكبر الله أكبر لبيك اللهم لبيك يوم عرفة كبار جري لقبل الله صلاة الغداة صلاة الصبح إلى وحوقين جري أيام تشريق. قال النسائي وأبو عبد الرحمن النسائي والدارقطني رحمهم الله وغيرهما وحيدا عمر بن الشامير شامر متروك الحديث وكذا قال عنه حافظ بن حجر رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وإلى هنا أيها الأحبة في الله كتاب كين الله مريع بحي المنظومة البيقونية وأن لحدر سكرقني إي درسي أن تضباضه أنو بحينا محال إلى ذا تطبيق عملي أنت أيام كسو قبل قبيننا أنت أنو كوكل ما ينو كتابك عصوبة نور بالأبانا يأي حديثك لما قعب حي إصلاح المجتمع وحديثك يتقى يا سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.